السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، أعلى ثاني سلطة في صنعاء تعطي الضوء الأخضر لمواجهة السعودية. وإلى التفاصيل. تواصلت التحركات السياسية والشعبية الدافعة نحو المواجهة مع المملكة العربية السعودية على خلفية خطواتها الأخيرة المعادية باستهداف الاقتصاد وإعادة فرض الحصار. ويأتي ذلك بعد خطاب زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي أكد أنه في حال استمرار السعودية في خطواتها العدائية التي تخدم العدو الصهيوني والولايات المتحدة بهدف عرقلة العمليات المساندة للشعب الفلسطيني في غزة، فإن كل هذه الخطوات ستقابل بالمثل، وسيتم استهداف البنوك مقابل البنوك، والمدار بالمدار، والميناء بالميناء. وأكد مجلس النواب في صنعاء أمس السبت مباركته للخطوات الهادفة لانتزاع حقوق الشعب اليمني وتأييده المطلق لمسار المواجهة العسكرية ضد التصعيد السعودي الأخير. وجاء موقف البرلمان بعد الخروج الشعبي المليوني في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى، والتي باركت وفوضت زعيم حركة أنصار الله في اتخاذ كافة الخطوات الرادعة ضد المملكة العربية السعودية لانتزاع حقوق الشعب اليمني ورفع الحصار الكامل عن اليمن. وبحسب مراقبين، فإن إعطاء البرلمان الضوء الأخضر إلى جانب الشعب للمضي في كافة الخيارات الرادعة تعطي القوات المسلحة اليمنية الشرعية المطلقة للبدء في تنفيذ خياراتها التي أعلنها السيد عبد الملك الحوثي في خطابيه الأخيرين. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.